تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حصاد القمح بالأراضي الزراعية وتوريد إلى الشوان والصوامع، واستقبلت صوامع وشوان ومطاحن محافظة بورسعيد حتى الآن أكثر من 8000 طن من القمح. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توفير القمح الذي يعد سلعة استراتيجية للمواطن، حيث تتابع الأجهزة التنفيذية في المحافظات حصاد القمح بالأراضي الزراعية وتوريده إلى الشوان والصوامع. ففي محافظة بورسعيد تابع المحافظ عادل الغضبان سير العمل في توريد محصول القمح لمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك خلال تفقده مطحن جنوب بورسعيد. النهارده الحمد لله محافظه بورسعيد تزرع اكثر من 14000 فدان قمح، شايفين الانتاجيه عاليه ازاي. الاهم من ده كله ان ساتر المولى علينا عز وجل، النهارده السنه دي المحصول يعني فوق التوقعات. شفنا الحب شكلها ايه، شفنا كل اجهزه الدوله المصريه انها تتعاون، سواء وزاره التموين ولا الشركه المصريه القابضه للصوامع، ولا النهارده موجودين احد الصوامع النهارده الموجوده في مطحن بورسعيد. يعني شفنا كله بيتعاون مع بعض، قطاع خاص، فلاح، مورد، شركة مصرية، وزارة التموين، محافظة، كل ده بيسخر كل جهوده عشان خاطر نوفر حبة القمح لكل المصريين. نسب التوريد في محافظة بورسعيد مرتفعة جدا، الحمد لله بنشكر ربنا، يمكن أكتر كمان من النسب اللي احنا كنا متوقعينها. إن شاء الله المحافظة السنة دي والدولة بصفة عامة توصل للمستهدف إن شاء الله، يعني احنا متوقعين قبل ميعاده بكتير. التوريد بيتم على قدم وساق هنا من كل المزارعين، سواء من في المطحن اللي احنا واقفين فيه ده او المطحن التاني اللي جوه محافظه بورسعيد. المطحنين شغالين بنسبه كويسه جدا، العمليه منتظمه جدا، المزارعين ما بياخدوش وقت جوه المطحن. كمان تحصيل الفلوس اللي بياخدوه في الفتره المقرره من قبل الحكومه المصريه. واستقبلت صوامع وشوان ومطاحن محافظه بورسعيد حتى الان اكثر من 8000 طن من القمح، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح الذي انطلق في منتصف أبريل الماضي، حيث ستزيد كمية الأقماح الموردة للمطاحن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم الحصاد في جميع حقول المحافظة. وزارة الزراعة قدمت لمحافظة بورسعيد 40 حقل إرشادي، وكانت الوزارة بتقدم للمزارعين خدمة مجانية لهذه الحقول. ال 40 حقل إرشادي دول تم تقديم الخدمة المجانية ليهم عبارة عن التقاوي المنتقاة التي تم تقديمها للمزارعين، زائد ان الوزاره قدمت 365 فدان بعباره عن تسويه بالليزر مجانيه لصالح المزارع. هذا وساهمت جهود مزارع بورسعيد في زياده المساحه المنزرعه بالقمح في المحافظه عن العام الماضي، حيث كانت 9000 وحوالي 596 فدان، زادت إلى 10138 فدانا. الحمد لله الموسم السنة دي مبشر، والزملاء القومية لسلامة الغذاء متواجدين جايين في الموقعين لاستلام القمح، وعامة دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن احنا بنحدد درجة نظافة أو نقاوة القمح على حسب 23.5، ده بيكون أعلى حاجة 22.5، ده بيتحدد على بنائه درجة جودة القمح والأسعار بتاعته. وهكذا تواصل الدولة جهودها من أجل توفير القمح، حيث تقدم كامل الدعم والتيسيرات للمزارعين بالإضافة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.